نقف عند الإجراءات التي لها تأثير مباشر على السوق والقدرة الشرائية للمواطن، والتي نذكر منها العديد من القرارات التي كانت تاريخية في الاقتصاد الوطني، وهي إلغاء الرسم على القيمة المضافة على عملية استيراد وبيع المنتجات المنتجة محلياً أو المستوردة وهي مواد واسعة الاستهلاك، كذلك إلغاء الرسم على النشاط المهني لطاب، وكذلك إلغاء الرسم الإضافي المؤقت سكونابيلا دابس على الكثير كذلك من المواد التي كانت إجراءات حمائية للاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني. توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 9% المطبق حاليا على نفايات الألمنيوم.